أهلا وسهلا بطالبات وطلاب ماجستير إدارة الأعمال في مادة نظم المعلومات الإدارية واتخاذ القرارات. هذه هي المحاضرة الثالثة. في المحاضرتين السابقتين كان حديثنا عن إدارة المشروعات. هذه المحاضرة عن تقييم المشروعات باستخدام أساليب الموازنة الرأسمالية. يعني هناخد كده المقدمة، وبعد كده نشوف الطريقة الأولى أو الأسلوب الأول، وهو فترة الاسترداد. الطريقة الثانية هي صافي القيمة الحالية. الطريقة الثالثة هي مؤشر الربحية، والطريقة الرابعة هي معدل العائد الداخلي على الاستثمار. هذه المحاضرة عن الطريقة الأولى اللي هي فترة الاسترداد. بسرعة كده نتكلم عن يعني إيه الموازنة الرأسمالية. هي عملية إدارة النفقات الرأسمالية capital expenditures، وما تتطلبه من أدوات، معايير، طرق للمفاضلة بين المقترحات الاستثمارية. وفي هذا الفصل زي ما يعني أشرت هناك هذه الطرق البعض. الطريقة الأولى وهي طريقة فترة الاسترداد، هناخد بالنا إن في كل من هذه الطرق نحن مطالبون إننا يعني نعرفها، بهدف إننا نعرف بعد كده نحسبها، وبعد ما بنحسبها بنستخدمها، وفي ضوء الاستخدام نقيم، وفي الآخر ناخد عليها بعض التمارين. طريقة فترة الاسترداد هنبدأ بالتعريف، وبعد التعريف نوضح الحساب، وبعد كده يعني بنحسبها أو بنستخدمها للمفاضلة بين المقترحات الاستثمارية، ثم نقيم، ثم نقدم بعض التطبيقات المحلولة. ما هي فترة الاسترداد؟ واضح أنها الفترة اللازمة للاسترداد، ولكن استرداد إيه من إيه؟ نحن نسترد التدفقات النقدية الخارجة، يعني اللي احنا دفعناها، من التدفقات النقدية الداخلية، يعني اللي احنا قبضناها. يعني هي الفترة اللازمة لاسترداد المدفوعات من المقبوضات. بس هنا اخد بالي من المصطلحات. المدفوعات هي التدفقات النقدية الخارجة أو تكلفة الاستثمار. طب ماذا عن المقبوضات؟ هي التدفقات النقدية الداخلة. وإذا هنا قلنا التدفقات النقدية بس، يعني التدفقات النقدية الداخلة. فأنا هنا عايز أعرف بعد كام سنة هأسترد المدفوعات من المقبوضات. ده كان بعد في ضوء التعريف هبدأ أحسب. طب كيف تحسب؟ هنا لازم نميز بين حالة التدفقات النقدية المتساوية وحالة التدفقات النقدية غير المتساوية. في حالة التدفقات النقدية المتساوية بنحسبها إزاي؟ وفي حالة التدفقات النقدية غير المتساوية بنحسبها إزاي؟ ده يعني هنشوفه. بس طبعا في الحالتين أنا يعني عايز أوصل للفترة التي تجعل التدفقات النقدية الخارجة تساوي التدفقات النقدية الداخلة. وفي بعض
الطرق المتقدمة، بشوف القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة. إذا كانت التدفقات النقدية غير متساوية، بيتم حساب التدفقات النقدية التي يتم استردادها بعد كل سنة، ثم حساب كسر السنة الذي يجعل المقبوضات مساوية للمدفوعات. وهيبقى ده واضح في النقطة الخامسة اللي هي التمارين. أما في حالة التدفقات المتساوية، فيتم حساب فترة الاسترداد في ضوء كل من تكلفة الاستثمار والتدفق النقدي السنوي الداخل. وفي هذه الحالة نجد أن فترة الاسترداد تساوي تكلفة الاستثمار على التدفق النقدي السنوي. وإذا قلت التدفق النقدي بس، يعني التدفق النقدي الداخل يعني المقبوضات. يبقى احنا كده شفنا أول حاجة ما هو المفهوم، وتاني حاجة ما هو الحساب. الاستخدام، طبعا كل ما قلت فترة الاسترداد كل ما كان ده مؤشر جيد. حينما كنا نقوم بحساب فترة الاسترداد كنا نميز بين حالة التدفقات النقدية المتساوية والتدفقات النقدية غير المتساوية. طب أما في حالة الاستخدام، نفرق بين حالة المفاضلة بين المشروعات وحالة تقييم مشروع واحد. إذا ما كنا نقارن مشروع واحد، فأنا هنا يجب أن أقارن بين الفترة المحسوبة والفترة النموذجية. وطبعا كل ما الفترة المحسوبة كانت أقل من الفترة النموذجية، كل ما هقدر يعني أوصي بالموافقة. أما في حالة التقييم بتاعة المشروعات المتعددة، بيتم اختيار المشروع الذي يحقق أقل فترة استرداد، طبعا بشرط إنه فترة الاسترداد المحسوبة تبقى أقل من أو تساوي فترة الاسترداد النموذجية. طبعا إذا كان عندي مشروع واحد، هذا هو الشرط إن فترة الاسترداد المحسوبة تبقى أقل من أو تساوي فترة الاسترداد النموذجية. نراجع كده سوا. يبقى احنا كده خدنا المفهوم والحساب والاستخدام. بعد كده ما هي المزايا وما هي العيوب؟ المزايا إنها حسابها يعني بسيط وسهل، وإنها المفهومة إنها كل ما قلت كل ما كان دول دليل على زيادة الأمان وعلى زيادة السيولة. ما هي العيوب؟ العيوب بتاعت هذه الطريقة إنها تتجاهل التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد، وده يمكن يعني تعالجه الطريقة الثانية وهي صافي القيمة الحالية. تعالوا كده ناخد تمارين مثال كده في شكل حالة عملية. المطلوب اختيار أحد المشروعات التالية باستخدام طريقة فترة الاسترداد إذا كانت تكلفة الاستثمار لأي من هذه المشروعات بتبلغ كام؟ 8 مليون جنيه. المشروع الأولاني بيعطي 2 أو 4 من 10 مليون جنيه لمدة 5 سنوات. طبعا واضح هنا أن هذه التدفقات تدفقات نقدية متساوية. المشروع الثاني بيعطي 1، وبعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 5، بعد كده 1.
مليون جنيه خلال السنوات الخمسة القادمة، يعني كده بالترتيب هذه هي التدفقات النقدية للسنوات الخمسة التالية. نفاضل ازاي بقى؟ طبعا انا قبل ما ابدأ انا هنا سوف اقارن بين هذين المشروعين، يعني هنختار المشروع الذي يحقق اقل فاترة استرداد. طيب هنحسبها ازاي؟ المشروع الاولاني واضح ان دي حالة التدفقات النقدية المتساوية، يبقى عندي المعادلة بتاعت تكلفة الاستثمار على التدفق النقدي السنوي، يعني كده هقسم التمانية على الاتنين وكام؟ أيوة كده صح، يبقى كده تطلع تلاتة وتلاتة وتلاتين من 100 سنة. طب علشان أحسب بقى فترة الاسترداد للمشروع التاني زي ما في الحساب للسنة دلوقتي قايلين، بنشوف التدفقات النقدية المستردة بعد كل سنة حتى نصل إلى كسر السنة الذي يجعل المقبوضات مساوية للمدفوعات. طب أنا بعد السنة الأولانية جالي كام؟ 1. طب وبعد السنة التانية جالي كام؟ 1 زائد كام؟ 2، بقى عندي كده كام؟ 3. طب بعد السنة التالتة بقى عندي 1 زائد 2 زائد كام؟ 3. وصلنا كام؟ ل6. طب أنا عايز كام؟ 8. يبقى كده فاضل لي كام؟ 2. هاخد الاتنين دي من الخمسة بتاعت السنة الرابعة، يبقى كده لو جمعت السنة الأولانية زائد السنة التانية زائد السنة التالتة زائد 50 السنة الرابعة، يبقى كده 3.4 سنة. طبعا هنا دقة الحساب مهمة، سوف نختار المشروع الذي يحقق أقل فترة استرداد، يبقى هنختار المشروع إيه؟ ألف. بشكركم، وسوف يعني نتابع الطرق التالية خلال المحاضرات التالية. أهلا.